الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هنعمل النهاردة القهوة مانو على النار، بينا وبين النار شياطة، ممكن نعملها في رمل، ممكن نعملها في أي حاجة. أنا بعملها لابني، هعمل لكم في يوم أنواع القهوة كلها اللي هي السادة والريحة وكل حاجة، بس أبقى جاهزة ليها إن شاء الله، يعني إيه كوني فاضية كده إن شاء الله. دلوقتي هنعمل قهوة مانو. القهوة مانو دي 2 وربع ممسوح، يعني مش ملانة قوي قهوة، وعلى معلقتين سكر. نار هادية بقى، ايه زي ما انت شايفة كده، هي نارها عالية، بس انا حاطة بينهم وبين بعض ايه حتة شياطة كده استلس، وافضل اول اقلب فيها اقلب فيها لغاية ما السكر يدوب، وبعدين بشيل المعلقة صبها، بتبقى جميلة وشها جميل. وبالهنا والشفا، يا رب تدعموني. اذا عجبك الفيديو اعمل اعجاب واشتراك للقناة ان شاء الله، ويا ريت الدعم منكم، وانا مش هكبر الا بيكم. هصبها اهو في الفنجان ده، فنجان شاي مش فنجان قهوة، لانه انتوا عارفين انه عندهم امتحانات والعيال الوقت ايه، اهم حاجة القهوة ونسكافيه. ويا رب يدوم الاعجابكم، واشكركم على حسن تعاونكم.